اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وفيديوهات صورتوها انتم نشرتوها واحنا اخذناها حتى نحكي بها. ننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها بالاسفل، تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب إن كان تقدرون تتواصلون ويانا ايضا على رقم الواتساب الاخير برساله مكتوبه. اتمنى تبعثوا لنا رسائلكم مكتوبه مطبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف فلاي بغداد ومشاكل فلاي بغداد. أن تحجز للسفر الجوي عبر شركة طيران متعددة النشاطات بما فيها نقل الميليشيات، هذا يعني المجازفة بعينها. هذا اللي أدرك المسافرين اللي قطعوا تذاكر سفر عبر شركة فلاي بغداد اللي تم إدراجها على قائمة العقوبات الأمريكية، واللي أدى إلى توقف رحلاتها وتجميد أموالها، وأظهر فيديو لأحد المعتمرين اللي موجودين بالمدينة المنورة يناشد حتى يلقون حل إله هو واللي واقفين وراه تقريبا أكثر من 180 معتمر من كربلاء عالقين في السعودية يفترشون الشوارع ينامون بالشارع بسبب إلغاء رحلات فلاي بغداد وعدم إعادتهم إلى العراق، إضافة إلى أنه حجوزاتهم الفندقية انتهت. خلونا نشوف. نيابة عن هؤلاء المعتمرين الذين يقفون خلفي وهم قرابة 183 معتمر من أهالي كربلاء، حسب منهاج الاعتقال يفترض يوم 25/1/2024 المغادرة عن طريق مطار المدينة إلى كربلاء إلى بغداد، ولكن فوجئنا بتعليق رحلات شركة فلاي بغداد. هؤلاء المعتمرين بينهم طلاب الكليات وبينهم كبار السن وأمراض المزمنة وبينهم موظفين لديهم إجازات محددة، لذلك نناشدكم بتدخل سريع لإنهاء هذه المشكلة، خاصة وهؤلاء المعتمرين واقفين في الشارع العام دون توفر بديل للطيران ودون توفر مسكن لهم. هاي المشكلة لما تتعامل ويا شركة ما عندها رصانة وما عندها احترام لاسمها وما عندها احترام لنفسها وما عندها احترام للناس، لأنه هاي الشركة لو شوية عندها ذرة من الرصانة كشركة طيران أو شركة نقل جوي وتحترم نفسها وتحترم اسمها حتى تخلي الناس باكر عقبة تفكر بيها، صار خلل ما مباشرة بما أنه هي مملوكة إلى عمار الحكيم يقدر يرتبط ويا الخطوط الجوية العراقية ويغير أو يدز طيارات أو يقولهم يابا أكو ناس دافعين لنا فلوس روحوا جيبوهم وتعالوا. ذولا بالمدينة عبالكم بس هم؟ لا، عندنا معتمرين موجودين بمكة. ذولا المعتمرين بمكة المكرمة بالسعودية طالبوا الحكومة أن ترجعهم إلى العراق، لأنه شركة فلاي بغداد تم إعلان توقف رحلاتها بسبب عقوبات الخزانة الأمريكية اللي فرضت عليها من دون أن توفر الشركة لهم بديل، رغم أنه هي أخذت فلوسها بالكامل من أدهم وراء العقوبات الأمريكية اللي طالت شركة فلاي بغداد بسبب تورطها بنقل أسلحة وميليشيات. أعلنت الشركة عدم إمكانية إعادة أموال المسافرين اللي حجزوا عن طريقها، يعني راحت فلوسك يا صابر. عللت هذا الشيء أن حكومة بغداد جمدت أموالها وحساباتها المصرفية وتركت المواطنين من دون أي حل. خلونا نسمع. احنا دولة ذات سيادة، هل فعلا المواطن العراقي الاحترام؟ يعني صار 20 سنة عسال المطلع صار الاحترام، فهل راح يوفرون بقاء بالفنادق المحترمين لان يوفرون طائرات بديلة؟ لو غصبا ما علينا وعلى أبونا يرجعونا بالسيارات. هاي المعاناة يعني في أي دولة بالعالم اكو احترام؟ احنا قبل 10 سنين ويا شركة تركية قبل أكثر من 10 سنين 2010 تأخرت الطائرات هم خطوط جوية عراقية، حزونا فندق واو مطار اسطنبول، بقينا يومين ووفرونا طائرة بديلة ورجعونا لأن شركة تركية كانت زين. فالمفروض العراق إذا المواطن العراقي له احترام، كلها ناس كبار سن وكلها تعبانة وكلها جاية للعمر يرجعوها بالسيارات، ليش؟ اكو خطوط جوية هواية، ممكن خطوط جوية ترانزيت، اكو خطوط جوية قطرية، خطوط جوية عمانية، اكو غيرها. فما أدري، احنا ندري العراق يعني المواطن ما إلى والي، بس نشوف صدق. أنا ما حبيت أحكي بس نشوف عسى ولا عد.
المؤتمر هنا ذكر اسم، ما ذكر اسم عفوا، ذكر احدى الشركات اللي تتبع احدى البلدان اللي هي تركيا. شركات الطيران كثيره، لكن ذكر نقطه، قال تاخرت الطياره، حجزوا لنا فندق يومين لحد ما وفروا لنا بديل ورجعونا. وهاي الحادثه صارت وياي شخصيا بسبب سوء الاحوال الجويه، وكنت حاجز على متن خطوط احدى الشركات التركيه، تاخرت الطياره وراحت علي طياره ثانيه كان عندي ترانزيت. هم اللي عوضوني وهم اللي وجدوا لي البديل لان هم اللي تاخروا علي. وصلت الى المكان اللي انا اريد اوصل له بسلام، ولا فكرت انه انا الطياره الاولى تاخرت والطياره الثانيه راحت علي او صارت مشكله. شركه فلاي بغداد بما انه جمدت اموالها وجمدت كل شيء، اوكي رئاسة الوزراء ما فكرت انه اكو معتمرين كانوا حاجزين وطالعين ودا ينتظرون يرجعون. وزارة النقل ما جت قالت لهم يابا احنا جمدنا شركة فلاي بغداد، اذا فعلا هي بغداد اللي جمدت مثل ما يقولون، احنا جمدناها والشركة بعد ما تطير، بس اكو ناس كانوا طايرين وذن الخطوط مالتهم وعندهم رحلات، دول شي يسوون؟ ما فكروا بيها. شركة فلاي بغداد بالبداية ذكرنا انه هي شركة تنقل أو شركة نقل للميليشيات، ناس تقول لا وناس تقول إيه. اللي ورايا بشير الشباني المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد العتيدة اللي تم إدراجها من قبل واشنطن على ضمن لائحة العقوبات مؤخرا، طلع لنا بلقاء تلفزيوني دا يدافع عن شركة فلاي بغداد. الغريب بالموضوع لسانه زل وتبين أنه الشركة وعلى لسانه هو، تبين على لسانه انه هاي الشركه بامر غريب جدا انه هي مو بس تنقل. اللقاء التلفزيوني اللي طلع بيه دافع قال انه هي عندها عقد لنقل القوات الامريكيه من القواعد اللي متواجده بيها القوات الامريكيه بداخل قاعده عين الاسد وقاعده اربيل وبعلم الحكومه في بغداد. ويقول بيوم نشر العقوبات الأمريكية احنا نقلنا طواقم عسكرية أمريكية منهم. يعني الشركة مو بس تنقل ميليشيات وأسلحة بس، لا تنقل المحتل. فالسؤال والغريب اللي ينطرح هنا، إذا هي تتبع جهة تدعي المقاولة عفوا المقاومة وتدعم محور إيران، فشلون تنقل القوات الأمريكية؟ خلونا نسمع. قطعات الجيش الأمريكي متعاقد ويانا، يعني احنا نحكيها طق بطق بعد أي. ما بقى شيء واحد يضمه يعني. زين ننزل بقاعده عين الاسد وننزل باربيل ونوديهم ونجيبهم ومدلليهم. اوف طبعا شنو اوف سيده الفاضل. زين انتم قبل ما كنتوا تقولون كنتوا تخافون من الفصائل بي بي بال بال بالتعاون هذا الامريكي؟ ليش نخاف؟ هذا بعلم الحكومه، بعلم الدوله العراقيه. اكو واحد يسوي عقد ويا جهه عسكريه تشتغل بالعراق، شنو روح؟ هذا 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 خبر صادم. شنو صادم ست الله يرضى عليك؟ شنو صادم؟ يجوز انت ما تسمعي. اني اسمع انه فلاي بغداد تنقل امريكان، بس مو جيش امريكي. هو الامريكان اللي عندنا منه يعني ننقل السفيره مثلا؟ لمن ننقل يعني؟ انا اريد اطرح سؤال، اسراب السي 130 هيركوليس اللي موجوده عند القوات الامريكيه اللي تنقل بها معداتها وتنقل بها الياتها وتنقل بها جنودها، واسراب طائرات النقل الجوي اللي امريكا لما كان جلال الطالباني رئيس الى العراق اهدت طيارتين سي 130 هيركوليس للنقل العسكري، واحده من عندهن عاطله تصلحت بالاردن وكانت طالعات من الخدمه لانه مشاركات بحرب فيتنام. ذن الأسراب الأمريكية ماكو وعطلت ومعتمدين على شركة اسمها فلاي بغداد، العراقي ملاقي بها خير؟ هذا السؤال اللي أنا أطرح. هاي رقم واحد. رقم اثنين، حسب كلام الأستاذ بشير الشركة متعاقدة ويا المحتل اللي هم يقولون كلا كلا أمريكا ويجب إخراج المحتل من البلد، هم ينقلوه يودوه من عين الأسد وأربيل وغيرها وغيرها وغيرها. هاي اثنين. ثلاثة، بعيدة عن كل اللي نقال، ارجعوا واحكوا لي المعتمرين اللي موجودين بالسعودية شنو مصيرهم؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت، أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك علي تيسير الموسوي، تفضلوا شوفوا وسمعوا، هاي حكومة إطار المقاومة
وضاحك. كارثة مخلين المقاومة والدين والوطن غلاف خارجي، وأما داخلهم فهم خونة وبائعين للوطن والوطنية. لعنة الله على كل ظالم وكل خائن. علي الساعدي عفوا، شركة عمار جادرية اعتراف صريح يقول نودي للأمريكان كل شيء ومدلليهم، مو راس مالهم منهم. علي حميد البهادلي، لا شيء غريب عن حكومة النفاق الإطاري وكبيرهم. وأحمد رسن يقول بلد تايه فساد وسرقات. وصاحب شركة فلاي بغداد، شخص كان يعمل مصلح مبردات في زمن صدام، وبعد السقوط أصبح صاحب شركة طيران كونه مقرب من الأحزاب الفاسدة. مع الاحترام والتقدير لكل المهن ومن ضمنها مصلحين المبردات، والمبرد هو جهاز صحراوي للتبريد موجود بالعراق بكثرة، وأصور في دول الخليج موجود بعض من المبردات، بس ما ليصير مصلح مبردة مدير شركة طيران ويتحكم بنقل جوي، ما أعرف، ما أقدر أعلق على هذا الموضوع. المشكلة وما بيها أن شركة فلاي بغداد مو أول مرة تطلع ببرنامج صوتكم، ومو أول مرة تطلع وياي. مرة طلعنا وجبة الأكل مالتهم مجمدة، مرة طلعنا التأخير مالتهم بالمطارات، مرة طلعنا الطيارات مالتهم والعطل الموجود بالطيارات مالتهم، مرة طلعنا طيارة طائرة بالجو وعطلت أنظمة التبريد مالتهم، والطيار يقولهم لا تخافون ما راح نوقع نوصل لبغداد. مرة طلعنا طيارة شركة فلاي بغداد واحد حاجز من بغداد إلى كوبنهاجن نازل بالنجف، مرة طلعنا واحد حاجز من بغداد إلى البصرة نازل بربيل. يعني هاي الشركة من سيء إلى أسوأ، كلها مشاكل في مشاكل في مشاكل في مشاكل. العتب على المواطن اللي يروح يحجز ويا هاي الشركة، اللي هو يصورها وهو يفضحها وهو يقول بها مصايب، وراها تطلع لنا ناس طالعة ورايحة وجاية على هاي الشركة. ليش؟ زين، أرجع وأسأل سؤالي اللي سألته قبل شوية. أكو أكثر من 300 مؤتمر اليوم موجودين بالسعودية حاشرين، لا عنده فندق ولا عنده طيارة يرجع. ومثل ما سمعنا الأخ بالمقطع الثاني يقول أكو بيهم موظفين وأكو بيهم طلاب جامعات وأكو بيهم طلاب مدارس. هذا الموظف إذا جت عقوبة منه يتحملها، وطالب الجامعة إذا انفصل منه يتحملها، وطالب المدرسة أنا عليها ما لدى أحكي، هم حتى التعليم والمدارس ما مهتمين بها. هذا أول ملف ويانا، اللي هو ملف شركة فلاي بغداد ومشاكل فلاي بغداد، وما أدراك ما شركة فلاي عمار، بس لأنه صاحبها عمار الحكيم، وانت عارف شنو الوراها. وفوق القاهرة يطلعون ويحجون بالمقاومة ويقول لك احنا جايين لتحرير البلد واحنا همنا البلد وحجت السيادة وقالت السيادة، ويطلع لنا المدير التنفيذي مالته يقول عندنا عقود رسمية ويا المحتل ويا الجيش الأمريكي. ما أعرف صحة هذا الخبر، يعني ما يتصدق بعلم الحكومة، ولو بهالوقت كل شيء يصير، لأنه بالعراق كل شيء دنشوف. أبو علي من الديوانية حياك الله. أبو علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب عمال الحكيم، يا شغلة حطبيها ما مرض لنا يا أخي. نعم. يا شغلة حطبيها ما مرض لنا يا أخي، نفط ثلاثة أربعة ضي جماعة العراق. هو والتيار خلونا بالعراق وبتخلي عدون طرق الديوانية. هو ما المطارات دولة. ما الطيارات دوله؟ نعم. هذول ما سلبوا نهب لا أكثر ولا أقل. حتى حكومة أصل مشكلة لأن من انتخبها؟ نعم. عم الله وكيلك، لا إيران إنها نبينا ولا أمريكا إنها نبينا. اللي حكمونا أولاد جلدتنا وسلبونا أولاد جلدتنا. الله وكيل العباس كبير، أنا بالعراق ونشوفهم ونشوفهم المحافظ الثانية. من الدنيا وطايح فيها الفقير. نعم. فطالع ويتلف مع الشبكة، ثاني يوم بدأوا الدفاع الكهرباء والماء والضرائب. الله وكيل مو مال دولة دولة، الله وكيل العباس كبير، لعبة تبسة، فشل كلوي، أمراض سرطان، يعني أنواع الأمراض اللي جت عندنا. نعم. الماء ماكو، يعني جات من دولة، أنتم دولة بس سلبونها، تبنون عمارات. كل الدول الجوار بس الشعب العراقي
صاحب الارض وصاحب النفط وصاحب الدم الطاق حظه وحظ اهله. منا على باسكم لابد خلاكم بالحكومه لابد سندكم على الحكومه يا فجره يا اولاد الفجره. نعم شكرا شكرا لك ابو علي. محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قناه الرفد رافدين البطله. حياك. عم العالم تحكي من وينها؟ قسما بالله هذا عمار ملهى هذا هو جهربوا الفلوس عمي لايران لحاله الدوري الايراني بالطيران مالته عمي هو معمم انت وينك وين الطيران؟ انت تابع لايران انت تشتغلون ضد العراق زمن النظام السابق تقول عليه. انت نص الجيش قتلتوه لا ترى من قتلهم بايران؟ من قطعوا ايديهم بالسياره؟ من هو غير انت عمار الجرو وانت وابوك مات مرض سرطان الله لا يرحمك ولا يرحم ابوك هذا القدر النجس الايراني الصفوي عمي قسما بالله هم دمروا العراق هم ذول اهل العمايم الوسخين القذرين ذول قاعدين بكربلاء والنجف يهربون ترى نسوان جاي يطلعون نسوان لاوروبا قسما بالله ثلاثه جاي يطلعون نسوان من العراق يهربوها لاوروبا عمي ذول مو المراجع ذول مراجع الوسخه تابع ليس للعراق ليس كلهم ايرانيين صفويين باكستانيين بكربلاء والنجف باكستانيين وهنود كل شيء افغان شو تريدهم موجودين عندنا هذا عمار ابو الملاهي دمروا العراق وهذا الخزعلي هذا العامري الارهابي قسما بالله هم نهوا العراق على مود ايران خوالهم الشعب ما ليس الشعب نايم نايم يمشي ورا فلان ورا علان عم عوفوا هالسوالف هاي الجافه عوفوا انتم مثل الهنود تعبدون البقره كان جماعة مختلفة يعبدون البقرة حتى بالله ما يعترفون. تحياتي لك والقناة رافدين عمري. شكرا لك. ناشط من البصرة يتحدث عن تردي الواقع الصحي بالمحافظة ويقول بسبب غياب المتابعة والتفتيش والإهمال المتعمد من قبل دائرة صحة البصرة ينجبرون المواطنين والمرضى والمراجعين أن يراجعون العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية اللي تذبح الفقراء بأسعارها الخيالية مثل ما وصفها. ليش؟ لأنه ما متوفر العلاج والخدمات بداخل المستشفيات الحكومية. خلونا نسمع. قسم التفتيش في دائرة صحة البصرة راح أكون مراقب لك بهاي الأيام وراقبتك بالأيام السابقة باعتبار ناشدنا مرارا وتكرارا بما يخص صالات عمليات بالتعليمي متلكئة من سنة 2019 وانت يا قسم التفتيش عندك علم يفترض تكتب لبغداد ما تكتب المديرك العام اللي مخليه المتلكئات حتى الناس بتتمرض تروح المؤسسات الأهلية. قسم التفتيش يفترض من جنابك وواجبك هذا ومن ضمن أولوياتك أن تتابع الصيدليات وتسعر العلاجات الصيدليات الببريهة وبقية المناطق والشوارع. قسم التفتيش قبل أيام قمت بحملة هاي طبعا تساؤلات القسم التفتيش قبل أيام قمت بحملة على المطاعم مطاعم راقية قريبة على مطاعم تخص السادة المسؤولين بالبصرة أو يعملون بدائرة صحة البصرة أو يعملون بمستشفيات حكومي ما أعرف بس هاي المطاعم من قمتوا عليها وبالتالي سويتوا ضجة إعلامية أريد نتيجتها. هسه شو هاي المطاعم اللي طلعتوا عليها رجعوا اشتغلوا وسألناهم وعدهم وصولات وقوائم وأنتم سابقا طالعين عليهم ومفتشين عليهم ما لاقين شيء. هذا الفيديو اللي شفناه من البصرة. أما من ناحية الإسكندرية التابعة لمحافظة بابل يشكو مواطن من خلو مستشفى ناحية الإسكندرية من العلاجات اللي صاير. الرجل تعرض حفيده إلى عضة من الكلاب السائبة. هاي المشكلة اللي الحكومة لحد الآن ما دارت لها بال وانتشار الكلاب السائبة بالعراق دي يؤذي المواطنين بكثرة. لما أخذ حفيده إلى قسم الطوارئ في مستشفى الناحية قالوا لأنه ما عندهم علاج فاضطر أنه ينتظر على حفيدة اللي عضة كلب بالشارع لليوم الثاني حتى يأخذ للمستشفى العام بالحلة مركز المحافظة. خلونا نسمع. أوجهها إلى المحافظ أو المسؤولين أو مدير الناحية. نعم. يعني البارحة أنا طلع اسمه ابن بنتي طلع يروح المدرسة يعني لا قال تكرمون أو جلكم الله لا قال كلب وعضة العصر تقريبا هيك وقت أو قال هيك وقت رحنا المستشفى رحت للطوارئ من رحت للطوارئ ما قالوا لي النادي إذا أكو علاج أكو علاج يعني بالمستشفى ماكو علاج مستشفى إسكندرية ماكو علاج. واليوم الصبح من الصبح طلعت أنا وين للحلة رحت مستشفى الحلة التعليمي
هم معامله منا وتعرف كراوي انا يعني ميشور الحال زين. رحت لل ما قصروا يعني المستشفى الجمهوري التعليم ما قصروا، هم ضربوا اوبرتين قالوا الثلاثه تجي هم تضربه اسمه لقاحين. نعم. واحنا فقره يعني مثلا منين نجيب فلوس؟ يعني نروح وين نروح؟ نروح المستشفى، المستشفى علاجات ماكو. يعني انا من تعنيت من اسكندريه اروح لحل المستشفى التعليمي. نعم. الا حصلت العلاج وقال هم قالوا انتظر خلينا نشوف الخابر اكو علاج او ماكو علاج. المشكله يقول للنادي حبيب قلبي انت بمستشفى، انت مو بمطار ومتاخر عندك مسافر وتفتح المايك وتنادي عليه. الى المسافر المتاخر على الرحله رقم هلقد المتوجه الى مكان هلقد التوجه الى البوابه. انت مريض جايك. يعني هذا اللي جاي مخطر ويطب الى مستشفى ناحيه الاسكندريه يقول له لو ما عندنا النادي ما تؤتوا تنادون، وين يطي وجهه؟ تقول له نقله الى مستشفى الحله، مستشفى العام بالحله، طلع بالطريق ومات بالطريق لانه ما قدر يوصل، شو تسوون؟ عيني وزير الصحه صباح الخير وين حضرتك؟ ترى هوايه دا نحكي على ملف الصحه بالعراق وماكو واحد دا ينفح. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود انا من هيلين اللامي تقول ارجو من حضرتكم زياره مركز الغدد الصماء والسكري الموجود داخل مستشفى الفيحاء العسكريه. عدم توفير ابر الانسولين والاطفال وضعهم من سيء الى اسوء، والتحاليل نسبه دم اسبوع يلا تطلع النتيجه بسبب عطل الاجهزه الموجوده. مركز غدد صماء وسكري هو مركز للغدد والسكري، ما بي ابر انسولين، ما بي مختبر. انوار البصراوي تقول والله اخي انوار يقول والله كل اخي كل شيء بيه فساد القضاء والصحه والتعليم. حسنين الموسوي يقول مدير الصحه في البصره بحاجه الى تغيير لان غير مهني ولا يستحق يكون مدير. سعدي عباس يقول بسبب اهمال الحكومه للجانب الصحي هو ان علاج المواطن يستهلك اموال وخدمات ولا يوجد فيه مكسب للمسؤول، فكما نعلم ان المسؤول يبحث عن المكسب اولا مثل العقود الاستثماريه والتجاريه الى اخره، المشتكى لله سبحانه. كان هذا ما يخص انهيار الواقع الصحي بالعراق، وهذا الملف موجود بشكل دائم في حلقات برنامج صوتكم. أعطيكم الملف الثاني اللي موجود بشكل دائم أمينة، الحصة التموينية. هاي الحصة التموينية النظام اللي وجد العراق في تسعينيات القرن الماضي لما انفرضت أمريكا حصارها الغاشم على البلد حتى العراق يتجاوز المجاعة اللي كانت أمريكا تريد تسويها بالعراق. في عز دين الحصار كان العراقي يستلم الحصة التموينية كاملة ومن أرقى المناشئ العالمية وما كانت بها مشكلة، والفقير يستلمها والغني يستلمها والعراقي يستلمها والأجنبي يستلمها والكل عايش عليها، وأكو هواية عوائل بالعراق كانت معتمدة اعتماد كلي على مواد الحصة التموينية بمفرداتها. كانت توصل لكل بيت وبوقتها الشهري، وما كنت تتعب وتروح تدور حصتك تجي له، لا عندك موعد تروح للموزع او الوكيل لابو الحصه تقول له هذا الكوبون ما تعطيني، وكانت تكفي وتزيد عن حاجه العوائل العراقيه رغم انه البلد كان يمر بحصار اقتصادي ظالم وميزانياته عشر ميزانيات العراق من 2003 لليوم. لكن في زمن الأحزاب الحاكمة والميزانيات المليارية الانفجارية وفي زمن الديمقراطية ورفع الحصار وفتح الاستيراد، الحصة التموينية مال الشهر العاشر مال سنة 2023 يعني قبل ثلاثة أشهر واصل جزء منها الوكلاء التوزيع مال الحصة التموينية. هذا اللي حكونا إياه الوكلاء، عندنا أحد الوكلاء من بغداد يقول إنه اللي وصل من مواد الحصة التموينية للمخازن هي مادة العدس فقط مال حصة شهر عشرة، واللي ما وصل من عندها غير العدس. وإحنا وين؟ إحنا بنهاية شهر واحد من سنة 2024 عفوا. تعالوا نسمع. شكر جت الحصة التموينية. طبعا للعلم إحنا بال 2024 ل 2023 شهر العاشر ماكو حصة، وال11 ماكو حصة، وال12 ماكو حصة. خلنا نسلم هاي الحصة مال شهر الواحد لو القديمات. تعال عمي على الخير يابا، على الخير والبركة.
شنو 14؟ 14 ماكو شيء. لا لا يا حصه هاي مال العاشر مال العام. مال العام مال العام العاشر ومو حصه كامله بس العدس. بس العدس بعد زيت بعد معجون ماكو بعد شكر بعد تمه. العاشر وين؟ 10 11 12 1 14 صار ماكو 14 ادفع ايجار المحل معزي. لا شنو امانه هذا شنو هذا عدس مال عام مال عاشر مال عاشر احنا كيفنا قلنا الحصه مال الشهر الاول. لا مال عام مال عاشر قام مال عام مال عاشر مال عام مال عام بعد زيت بعد تمن بعد شكر يعني بعد معجون. لا بس العدس ها قدامك يقول له بعد زيت وتمن وشكر ومعجون وكانت قبل وياها صابون وزاهي وفاصوليا وحمص وشاي وكان بيها حليب أطفال اللي عنده رضاع كان بيها زاهي مال الماعين كانت تقريبا توصل 16 مادة وهسه بس العدس مال الشهر العاشر مال السنة المضت. هذا اللي تشوفوه هنا نوضح لنا اياه من النجف ناشط يقول أن وزارة التجارة تتعمد أن تأخر الحصص الغذائية كل سنة تقريبا شهرين إذا مو أكثر بحيث أنه السنة تنتهي وتخلص السنة وزارة التجارة مدازة الحصص. فاللي يقول هنا الناشط أنه هاي الحصة اللي موجودة وراء هي حصة شهر 9 بمعنى آخر أن وزارة التجارة تأكل الحصة شهرين وأكثر من كل عائلة سنوياً. حصة الطحين اللي تشوفوها وراها يا ما شهر أيلول لسنة 2023 واللي وصل للوكلاء وإحنا بنهاية شهر 1/2024 بالنسبة إلى المواد الغذائية هي مثل بغداد موجودة عند الوكيل فقط حصة العدس للشهر العاشر وما تتوزع كلها ودا تتوزع شو وقت ما شهر العاشر بكانون الأول ومو كلها. خلونا نسمع رسالة إلى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. تعرف جنابك أنه وزارة التجارة كل سنة تقصر شهرين أو ثلاثة ما بين الطحين والغذائية. هذا الطحين مال الشهر 9 2023 شهر العاشر والدعش والثنعش ما أدري ينطونا إياه لو هم يغلسون عنه. وتعرف جنابك أيضا بالنسبة للغذائية هاي مال شهر العاشر وإحنا هسه بشهر 1/2024 هاي مال شهر العاشر 2023 شهر 11 و12 وين؟ ماكو ماكو. وزير التجارة تعرف جنابك بهذا الشيء لو ما تعرف؟ تعرف أنه كل سنة شهرين أو ثلاثة من حصة العراقيين تنعلس لو ما تعرف؟ زين الحل شنو؟ وين جاي تروح هاي الغذائية؟ تعرفون أنه أكو عوائل ما زالت إلى الآن تعتمد عليها بقوتها لو ما تعرفون؟ وين جاي تروح هاي الأشهر؟ وين؟ 10/11/12 راح ينتهي وراح نطب الاثنين يعني راح نطب الشهر الخامس فعلياً. المفروض العالم مستلمة العاشر ومستلمة الدعش ومستلمة الاثناعش ومستلمة مال الشهر الواحد وبعد أيام ما بقت أيام على نهاية الشهر الأول من عام 2024 المفروض يتحضرون لاستلام الحصة مال الشهر الثاني. الحصة المفروض تتوزع 1 2 3 4 5 بأقصى حد مو تعبر 6 أسبوع وأسبوعين وثلاثة وتوصل ل25 هم ما مستلميها وشهر وشهرين وثلاثة وأربعة وهم ما مستلميها. السؤال اللي ينطرح ميزانيات العراق ما تسمح؟ لا تسمح. وزارة التجارة ما عندها حصص؟ لا عندها حصص. الاستيراد ممنوع للعراق؟ لا ما ممنوع، مفتوح الاستيراد للعراق. العراق ما عنده قدرة على الاكتفاء؟ لا عنده قدرة للاكتفاء. شنو الخلل اللي موجود بحيث الحصة التموينية مدى توصل؟ ليش؟ والحصة التموينية مفرداتها يمكن 6 مفردات على أقصى حد اليوم لأن قلصوها. كانت الحصة التموينية بها مفردات هواية. ليش اللي دا يصير بالعراق اليوم؟ هذا اللي دا يصير. وفي حال وزعوا تمن فاصوليا حمص طحين معفن مقمل ناخره الدود ليش؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات
علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من رعد عزيز يقول: الرقابة الحقيقية مفقودة بالبلد بسبب ضعف أصحابها المختصين بكل مجال، وهذا سبب لأي فشل أو تقصير أو فساد بهذا البلد. ناظم أفندي القراغلي يقول: أسأل رئيس الوزراء النائم وما يعلم أن وزير التجارة تابع لوزارته يقتل الشعب الفقير جوعا منذ 3 أشهر. أنا أعتقد رئيس الوزراء له ضلع في ذلك، لأن المنهج الإيراني يقول جوع شعبك يتبعك. العمر إبراهيم ميار يقول: إحنا بمنطقتنا غلسوا على 9 و10 ما نطونا قمزوا على الشهر. سعاد الجعفري: لا تتأملون خير بيهم، تذكرون كم مواد حصة أيام زمن وأكو يوم لو شهر راحت حصة، بل أخذوا ينطون عدة حصص قبل الحرب. المشكلة وما بيها أنه إحنا دا نتكلم عن نظام انوجد في وقت الحصار الغاشم. هذا النظام وجدته وزارة التجارة العراقية في زمن النظام أو في زمن الحصار من أجل دفع أو درء المجاعة عن العراق، لما كان العراق ممنوع من الاستيراد، لما كان العراق ممنوع من التعامل مع دول الخارج، لما كان العراق ممنوع من استيراد كل شيء، كانت الحصة التموينية تصل إلى منازل الشعب العراقي بالكامل بكامل مفرداتها، وكانت الحصة التموينية تكفي مثل ما ذكرنا. أما اليوم الحصة التموينية لا هي كافية ولا هي صالحة للاستخدام البشري، حتى الحيوانات أجلكم الله كعلف ما يقدرون يعطوهم إياه، وأكو كثير من المواد الناس تبيعها، مثلا الطحين دا يبيعون ناس مثل ما ذكرنا قبل كم حلقة أنه دا يبيعوه كعلف للحيوانات أجلكم الله، ويروحون يشترون طحين من مناشئ أخرى لأنه ما ينخبز به الطحين مع الحصة التموينية. أبو عمر من بغداد حياك الله. حي الله قناة الرافدين وحي الله أستاذ أفل المحترم. حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. إحنا من 2003 ونعرف أنه الأمريكان من أجوي هم هالميليشيات وزعماهم، كل واحد عينت لهم، كل وزارة لها قائد ميليشيات ومدراء، وكل هاي أمور اللي بعلم رئيس الوزراء اللي يعني يخلوهم ما كل 4 سنين. هاي احنا العراق اللي مدمرت سلطة الأحزاب وزعماء الميليشيات، يعني كل الوزارات اللي عندنا بالعراق هي تحكمها زعماء ميليشيات ومدراء، وكلهم اللي ياخذون أموال الدولة، مثل وزارة الصحة تحكمها زعيم ميليشية، ياخذون يعني الأموال اللي تأتي يعني الصرفيات اللي تقدم لهم الدولة من خلال أي رئيس وزراء، يعني الأدوية اللي جاي ياخذوها متى ما يوصل للمواطن سوى شيء قليل يوصل من عندهم، لو يوصل لو ما يوصل. كل الوزارات حالها، حال وزارات التربية، أما وزارته هي اللي موجودة عندنا وزارة التجارة نفس حال وزارات الباقية. إحنا كل زعماء ياخذون إنه هاي المبالغ ويعني يستوردون، يعني تمن أجلكم الله اللي هو نقول الحيوانات ما تاكله يجوها للمواطن، هاي كلها اكسباير مالتها منتهي. هاي الأمور لو كان عندنا رئيس وزراء ويحاسب انه هاي الوزاره تابعه له لكان حاسبهم. يعني شفنا قبل فتره انه زياره محمد الشياع السوداني لمستشفى الكاظميه، من شاف الوضع اللي المستهري والمدمر يعني في مستشفى الكاظميه، لما قال الله ليوفقني على هاي الخدمه، هذه الله ليوفقني من كل الوزارات، وزاره التجاره، وزاره التعليم، كلها متأذاية، يعني يعرف فيها لكان حاسب انه وزارة الصحة حاسب مديرها وحاسب من هو الأعلى من عندها، ما يقدر يحاسبهم. ليش؟ لأنه احنا عندنا فشل هاي الدولة وبيه سلطة الأحزاب، ما ممكن لا وزير داخلية ولا رئيس وزراء يحاسب هاي الميليشيات اللي سببها يعني مستحلة على الوزارات العراق اللي كل هاي الوزارات بيد هاي زعماء الميليشيات. واحنا العراق تايه، ما طول ما عندنا رئيس وزراء يحاسب هاي الناس اللي إذا تسرق بأموال العراقيين وتدمرت العراق من 2003 ولحد الآن. إحنا ما زلنا على هذا المنهاج، ما نشوف خير من هاي الدولة. لازم أن يكون عندنا الشعب العراقي يعني يصح على يومه يظاهر تظاهره من أجل إخراج هذه الناس الفاسدين، ويعني تحويل العراق إلى دولة رئاسية ما تحكمها ميليشيات، ما تحكمها ناس تسرق بأموال العراق، هاي المفروض محاسبتهم. فإحنا نطالب يعني من أمم متحدة، من العالم كله، إحنا ما يظل إن العراق على هالحال، هذا الوضع المستري، يعني المستشفى لا بيه خدمات، لا وزارة التعليم بيه خير،
كل هاي الامور اللي دا يتاذى المواطن العراقي هم اذيتهم على المواطن العراقي، ومهما يكون اذيتهم لابد ان يجي يوم يتحاسبون به. وان شاء الله اليوم اللي جاي انه هو سوف يتحاسب، كل اللي سرق اموال العراق ودمر العراقي من 2003 لابد ان يتحاسب. وتحياتي لك شكرا 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 لك شكرا البطلة. حياك الله. شط العرب اللي تعتمد عليه البصرة وبساتينها ترجع للملوحة وتسجل ارتفاع بنسبها، وأكو مطالبات من ناشطين أن يلقون حلول سريعة قبل حلول فصل الصيف وانخفاض مناسب المياه، هذا اللي يخلي اللسان الملحي يصعد بشط العرب أكثر وأكثر. ناشط من قضاء شط العرب بالبصرة يناشد الجهات المسؤولة وقال المي المالح رجع من جديد وضرب محافظة البصرة، نحتاج إلى حلول سريعة حتى تنقذون البلاد والعباد، وذلك بزيادة الإطلاقات المائية للبصرة. خلونا نسمع. هذا شط العرب العظيم، هذا شط العرب العظيم اللي هو ما نقول نهر، هو شط، يعني تسمية الشط محببة إلى نفوس البصريين. يعني إخوان هذه مناشدة إلى وزارة الموارد المائية من إنسان بصري ابن هذه المناطق ابن البصرة، يدري السيد الوزير ويدرون الموارد المائية شط العرب انتهى. شوف إخوان هذا باعوله، أنا واقف تقريبا بنص شط العرب بالمنتصف مقابل الهارثة، وهذا الجانب منا الجزيرة الرابعة قضاء شط العرب، وهاي الجهة الحوضة والفاصل بينهن نهر أبو الكلاب يسمونه. بس أنا موضوعي نسبة الملوحة صعدت بمياه شط العرب إخوان عبرت 3500، 3500 عبرتها يقولون 3500، يعني لا يصلح للاستعمال البشري، لا غسل لا شرب لا غيره، احنا اساسا الشرب ماكو. هاي مشكلة العراق اليوم خصوصا في البصرة نتيجة انخفاض مناسيب المياه في نهري العراق دجلة والفرات. انتو شفتوا المي قد نازل. ناحية السيد أحمد الرفاعي اللي بمحافظة ميسان اشتكوا أهلها من انعدام مياه الشرب عندهم بالناحية، وهددوا أنهم راح يهاجرون من مناطقهم في حال ما لقوا حل إلى أزمة الجفاف يومهم. خلونا نشوف. أحمد الرفاعي والله مية تجينا رأية بسيطة جدا تنقطع، ما نحصل من عندها كل شيء، نطالب الحكومة بالماء. يعني هاي ناس أجيادها تهجرت كلها شاهد للبصرة، ماي ماكو دوم، حلالنا موت، أطفالنا تمرضت، زرعنا مات كله من سبب المياه. وحناسها الحلال، والحلال إذا ما تطيع علف ما قاعد يستثمر بعد من عدة شيء، والقرض عندنا الحلال، وثاني شيء الزراعة ما مساعدتنا، يعني روح للزراعة بالنسبة لها ماكو مساعدات من عدها، وخاصة إحنا الموجودين هسه خاصة بالبدراي بيت فارس اللي قاعد أحاشي كان داخل منطقة عندنا حلال تضرر وناس زيدها هاجرت وماي ماكو، وتعرف بعد الفلاح إذا ماكو ماي وماكو حلال وين يعيش. أو المحافظة الوحيدة من دون كل المحافظات احنا العمارة ما طوان البذور. تلاحظون الحال اللي صار بأرض العراق الخصبة، جفاف وتحولت إلى أرض قحلاء صحراء بسبب أزمة المياه، والسبب أنه عندنا وزارة اسمها وزارة الموارد المائية مفروض بها وزير يعني بالشأن المائي، وعندنا رئاسة وزراء المفروض تفكر بالشأن المائي مو بس تعين وزير للموارد المائية وروح تفعل المعاهدات وتقول لهم حصص العراق ويا دول الجوار دول المنبع وين. إيران لما حولت أنهر كثيرة وسدت البقية ليش؟ بس ما حد يحكي. عبد الله القطران يقول بلكت اكو شريف سمعك، احنا كشعب ندري بالمسؤولين ما يسمعون. واحمد الهلال يقول دمار استاذ ما مالح وصل قريب قضاء القرنه، واغلب مشاريع مياه ما بها تصفيه، وربع ملتهين والربع ملتهين مناصب لا سد يسدون لا تصفيه بها خير. وستار الكنعان الملوحه سببها الشركات النفطيه في مجنون لان فتحوا المبازل باتجاه شط العرب ودمار المياه الصالحه. وسيد مسلم البصراوي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل المسؤولين في الحكومة، خير العراق من البصرة والبصرة مظلومة والحكومة متعمدة على هذا الشيء. كان هذا تعليق الناس على قضية المياه. عندنا مواطن دزلنا على نافذة أنت ترى يشكو من المشاريع المتلكئة بناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل، وينقل معاناة المواطنين بسبب هذا التلكؤ، ويقول أنه المشاريع أغلبها انسرقت وأغلب الأموال المخصصة لهذه المشاريع تصرفت بحسب كلام المرسل اللي دزلنا. يا خلونا نسمعه.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هاي المشاريع والمتلكئة المشاريع اللي باقوا فلوسه مليارات، يعني خاصة في شمال بابل ناحية اسكندرية ومنطقة الإسكان، مشاريع التبليط اللي هي يعني مو درجة 10 وإنما درجة 90. يعني لاحظ هاي التبليط هذا الحصول طلع باعه. هذا تبليط هذا الله يقبل. حكينا وقلنا وناشدنا ماكو فائدة، لا حاسبه المقاول، لا حاسبه أبو اللي بلط، يعني اللي زين، يعني العالم ما أدري إما تشتكي يقول عمي حتى ما يفيد، يقول له مو صور الباكر، صور الباكر، يقول العالم يعني ما يسأل من هاي الوضع. يعني هاي الفلوس المليارات اللي راحت هدر، مو هدر بمال الشعب بمال العراق، يعني هاي وضعية، هاي شوارع كلها تحفر الكلمتين. احنا بالمناسبة احنا قاعد بشتاء وشوف الترابة مال السيارات ومال هذا زين، ما يعني ما ادري ما تحكي ولا ما تقول. هذا كان اللي دا يتكلم به الاخ من ناحية الاسكندرية، علما انه هذا الحال مو موجود بالاسكندرية بس بمحافظة بابل. المشاريع الخدمية اللي موجودة بالعراق، مشاريع التبليط كلها تنشلع بالايد، مشاريع الصبغ وتخطيط الشوارع قفعت، ارصفة بها مشاكل، بالمقابل عندنا مشاريع هواية متلكئة، بالمقابل أكو هواية أبنية مهددة بالانهيار، حاطيلها خشبة وسانديها بوتد. فهذا الصرف اللي دا صرفوه بغير محله وراها، أكو هواية شوارع تبلطت وراها يجون يفلشون لأنه ما بها مجاري وما بها مي وما بها كهرباء وما بها خدمات. الكل يعرف القضية اللي رفعتها جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني المحتل بمحكمة العدل الدولية، والكل كان بين مترقب ومنتظر وبين مهتم بهاي القضية. فأكو من كان يتأمل خير لإخواننا في فلسطين وأحقيتهم بأرضهم وبلدهم، وأكو من كان غير متفائل لتقاعس العالم عن الوقوف مع أصحاب الحق من إخواننا الفلسطينيين. وتصدر ترند منصة أكس واسم محكمة العدل الدولية بين ممتعض مستنكر لعدم إصدارها قرارات تقضي بوقف إطلاق النار، وبين من يشوف أنه اللي صار بالمحكمة هو انتصار بسبب عدم قبول المحكمة طلب الكيان الصهيوني المحتل رد القضية. وجبنا لكم بعض التغريدات، خلونا نقرأها. ثائر السرطاوي يقول: ملخص قرار محكمة القتل الدولية، أمريكا والصهاينة هم من يحكمون العالم، وكل هذه المسرحيات لا تسمن ولا تغني من جوع، لك الله يا غزة، لك الله يا فلسطين. ومهنا الحبيل يقول: قرار محكمة العدل الدولية الآن قاصر قطعا، ولم ينصف الأبرياء ولا يحقق درجات العدل الأولية، ولكنه نوعي ومهم، وانتصار في منعطف حساس وصفعة على أنظمة التواطؤ ومنظومة الشراكة الأصلية في الإبادة في واشنطن، ومن معها في المركزية الغربية والأداة الصهيونية القذرة، ومن معها من الصهاينة العرب. والدكتور سلطان الهاشمي يقول: قرار محكمة العدل الدولية يعزز قناعتنا في أن منطق القوة هو أقوى وأنجع من قوة المنطق في حل قضية فلسطين. وبسام الكديمي يقول: أي قرارات لا تقضي بوقف إطلاق نار وفوري بغزة وإدانة مباشرة بإبادة جماعية هي قرارات لا تلبي أدنى التوقعات من محكمة العدل الدولية. هاشتاغ غزة، هاشتاغ محكمة العدل الدولية. فكانت هذه بعض التغريدات على وسم محكمة العدل الدولية، وهنالك الكثير مما لا يسعني أن أقرأها جميعا. ونحن أيضا في قناة الرافدين وأسرة برنامج صوتكم بشكل خاص نقف مع إخواننا في فلسطين، وكنا نأمل بأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أن تعيد بعض الحق لأهله، لأنك تتكلم عن عدل، فأي عدل يخرج بقرارات توصي الكيان الصهيوني ببعض الوصايات التي يعطوه مدة لتنفيذها، وأي عدل تتكلم وقتل الأطفال والأبرياء مستمر وآلة القتل العسكرية مستمرة بأداء واجبها على قدم وساق. كنا نتمنى أنه يعيدوا لنا الثقة بأي شيء يحمل صفة الدولية، لأنه محكمة العدل الدولية أثبتت لأصحاب الأرض بشكل خاص وللعربي بشكل عام والمسلمين أن محكمة العدل الدولية بلا عدل. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى. باجر انتظروني، في أمان الله.